امرأة تريد أن تطلق بأي شكل من الأشكال، طيب، فيقول لها مثلا ترى الحكم الشرعي يقول إن الطلاق لا بد فيه من شهود عدول، ولا بد فيه من أن تكون المرأة طاهرا، ولا بد فيه أن لا يكون هناك مواقعة في زمان الطهر. قل شنو هالحكي هذا، أنا حاضر اليوم أطل أجيب الطلاق، مالك وأنت تروحي وراء شغلك. طيب شلون تجيب لي؟ أروح إلى المحكمة الأخرى وهي تطلق بدون هالمسائل هذه. يعني يقولون هذا ما يجوز، لكن ينفذ الطلاق، الطلاق يمشي وإن كان حرام ما يجوز. طيب، وعلى هذا المعدل الوصية للوارث مثلا عندنا في فقه أهل البيت أنه لا مانع من أن تكون هناك وصية للوارث، كما يقول القرآن الكريم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، سواء كان وارث أو أقربين أو أبوين أو غيرهم، كتب عليكم الوصية فتقدر توصي إليه. الوصية للوارث عندنا جائزة. أنا أريد أوصي مثلا بثلث أموالي إلى زوجتي، بثلث أموالي إلى ابني، بثلث أموالي إلى بنتي، الطرف المتضرر يقول لك أنا أروح أرفع أمري إلى المحكمة الأخرى، المحكمة الأخرى تبطل الوصية للوارث. يقول لهم ماكو، لا وصية لوارث، وبالتالي هذا الثلث ينقسم بالتساوي بحسب الفريضة الشرعية. هذا مقياس أن الإنسان شقد عنده الالتزام الديني بالحكم الشرعي، مثل ما أنه في صلاته يعتقد أن إذا يقدم اهدنا الصراط المستقيم على الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة متعمدا شلون تبطل صلاته، وأنه لا بد أن يلتزم بهذا الترتيب وبهذا الحكم الشرعي، يعتقد أن أيضا فيما يرتبط بالمال، فيما يرتبط بالوصية، فيما يرتبط بالميراث، فيما يرتبط بالطلاق، فيما يرتبط بالحضانة